من كوفنتري ينضم إلي رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي. إذن ما آخر التفاصيل حول الهجوم الذي شنته النصرة شمال اللاذقية؟ نعم، أولا نبدأ من ارتفاع مساء الخير. أولا نبدأ من ارتفاع الخسائر البشرية إلى 12 قتيلا من الجانبين، 9 من عناصر قوات النظام بينهم ضباط و3 من هيئة تحرير الشام في عملية انغماسية جديدة. تمكنت عناصر أحد مجموعات الهيئة من اقتحام إحدى نقاط قوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وتقدمت بعمق مناطق قوات النظام وفاجأت قوات النظام وقتلت عدد كبير منهم مثل ما ذكرنا، 9 على الأقل المؤكدين، بالإضافة لإصابة عدد آخر بجراح، أي أن عدد الخسائر البشرية مرشح للارتفاع. 3 من عناصر الهيئة قتلوا، أحدهم قتل بقذيفة إثر استهدافي لدى انسحابهم من تلك المنطقة. هذه العمليات تكررت في الآونة الأخيرة من قبل هيئة تحرير الشام، سواء في اللاذقية، سواء في إدلب، سواء في ريف حلب، أي أن هناك تصعيد واضح للعمليات العسكرية في منطقة بوتن أردوغان التي تشهد عمليات قصف واشتباكات شبه يومية بهجمات لهيئة تحرير الشام. أيضا 3 عناصر من قوات النظام قتلوا في جبهة قرية الملاج في ريف إدلب الجنوبي في محاولة من قبل قوات النظام استعادة النقاط التي خسرتها قبل أيام في هجوم لجماعة أنصار التوحيد. سيد رامي، من يسيطر على القرية الآن، قرية الملاجة؟ الجزء الأكبر منها تحت سيطرة النظام، ولكن التلة الاستراتيجية هي تحت سيطرة أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام. طيب، من المستفيد من التصعيد الحالي في مناطق ما تعرف بخفض التصعيد سيد رامي، وهل لتركيا الدور فيما يحدث؟ أعتقد الخاسر، من الخاسر؟ الخاسر هو أبناء الشعب السوري بالنهاية، ولكن المستفيد الأكبر هو تركيا التي تحاول أن تحقق مكاسب على حساب أبناء الشعب السوري، مثلما المستفيد في مناطق شرق الفرات هي إيران، والآن المستفيد في تلك المناطق هي تركيا. طيب سيد رامي، كيف تقرأ وتفسر هذا التصعيد بين طرفي الصراع بمناطق شمال غربية سوريا، وإلى أين تتجه الأمور هناك؟ حتى اللحظة على ما يبدو الأمور يعني تتجه نحو التصعيد العسكري، لم يكن هناك توافق روسي تركي. سنشهد عمليات مستمرة وعمليات قتل وقتل متبادل، ولكن بالنهاية إذا ما كان هناك قصف على مناطق سكنية من قبل قوات النظام سيكون الضحايا من المدنيين، أقله إن لم يكن ضحايا يفارقون الحياة سيكون هناك عملية رعب وخوف وعملية نزوح ضمن مناطق النزوح من قبل هؤلاء المدنيين. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا.